الثانية صباحا 11 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجنوب إفريقيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بينهما على شتى الأصعدة، بالإضافة إلى دفع التشاور والتنسيق حول مختلف قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية، لما للدولتين من ثقل مهم يخدم المصالح الإفريقية ككل. كما شهد الاتصال بحث مستجدات عدد من القضايا الدولية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، أخذا في الاعتبار تداعياتها السلبية على أوضاع الاقتصاد والغذاء والطاقة في الدول النامية على مستوى العالم، لا سيما في إفريقيا، فضلا عن مناقشة تطورات أهم القضايا الإقليمية والملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، وذلك في ضوء الدور الرائد للبلدين الشقيقين على الصعيد القاري والتنسيق المستمر بينهما في هذا الصدد. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك ASA النرويجية بحضور رئيس الوزراء، وذلك لمتابعة الاستثمارات المتنامية لشركة سكاتك في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة. وأكد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق أيضا إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة. من جانبه أكد رئيس الشركة النرويجية الالتزام بتوسيع استثمارات الشركة في مصر خلال الأعوام المقبلة في ضوء ما شهدته مصر من تطوير متميز لبنيتها التحتية في مختلف القطاعات. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتبنى سياسة واضحة هي الالتزام بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المختصة بمكافحة الفساد. وخلال استقباله رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة الدورية لتقارير مكافحة الفساد، لافتا إلى أنه أيضا تم إعداد مجموعة من المؤشرات الوطنية التي تقيس أداء المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد، وأنه حريص على متابعة هذه المؤشرات بصفة دورية. من جانبها وجهت رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد الشكر للرئيس السيسي على الجهود المبذولة التي تعكس حرص مصر على الامتثال لمعايير مكافحة الفساد. يناقش الحوار الوطني اليوم الثلاثاء بعض قضايا المحور الاقتصادي والذي يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمشاركة واسعة من جميع الأطياف، وتخصص جلستين منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن وتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية. وعلى التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.
تعقد اليوم الجامعة العربية في جدة اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية 32 في المملكة العربية السعودية. وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد شارك في وقت سابق في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية العادية 32، ودعا أبو الغيط في كلمته إلى تعزيز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي من أجل تخفيف المعاناة على الفئات الضعيفة في المجتمعات العربية وتلك التي تواجه مصاعب متراكمة. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضرتكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة.